بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلاب بالصف السادس، نحن وحضراتكم اليوم بالدرس الرابع عن طريق التعليم عن بعد في مادة الجغرافيا، وما زلنا بالحديث عن دولة لبنان. نحن في الدرس الماضي وفي الدرس السابق كنا نتحدث عن المحميات، الطبيعية الموجودة في لبنان. ننتقل وحضراتكم اليوم للحديث عن الأنهار في دولة لبنان. نبدأ أولاً كيفية تشكل الأنهار. كلياتنا نعلم بأنه من خلال المياه الأمطار التي تتساقط يؤدي ذلك إلى تشكل الأنهار، وتساقط الثلوج يؤدي إلى تشكلها. لن ندخل بالتفصيل الممل عن طريق الدورة المائية وكيفية هطول الأمطار وغيرها، إنما اليوم يتركز حديثنا لأنواع الأنهار. إذا في لبنان عندنا نوعين من الأنهار، يا بتكون أنهار ساحلية يا أما بتكون أنهار داخلية. لنتعرف على هؤلاء، على هذين النوعين، نبدأ بالساحلية من اسمها، بأي أنها تمشي على الساحل أو تكون قريبة من الساحل وأكيد بتصب في البحر، والأنهار الداخلية تمشي بين الجبال وأغلب الأحيان بتصب في خارج الجبال، في خارج البلد. نتحدث اليوم عن مقارنة بسيطة وسريعة بين الأنهار الساحلية والأنهار الداخلية من حيث الطول، من حيث السرعة، من حيث المصاب، ومن حيث المبدأ. نبدأ بالأنهار الساحلية. أول صفة للأنهار الساحلية بأنها سريعة الجريان، أي إنها حركتها بالمجرى تبعها تكون سريعة وقوية جدا، ويعود ذلك إلى كثافة الأمطار والثلوج القادمة من الجبل، فنقول بأنها سريعة الجريان. أما بالنسبة للداخل هي بطيئة الجريان، تمشي بطريقة بطيئة جدا بسبب قلة المغذيات لها لهذه الأنهار. انتقلنا بالنسبة للطول، دائما نقول بأن الساحلية قصيرة المجرى. السبب، لو تخيلنا أنه الجبل بالسلسلة ينبع النهر من الجبل والبحر قريب، فإذا المجرى تبعه بيكون قصير جدا جدا جدا، لأنه المسافة ما بين المنبع والمصب هي مسافة قصيرة جدا جدا. إذا نلاحظ نبع من الجبل صب في البحر، فالمجرى كان قصير المجرى. أما بالنسبة للطول، بالنسبة للأنهار الداخلية هي طويلة المجرى. مثلا ينبع من الجبل يمشي ويصب خارج الدولة، إذا لاحظنا هون بأنه المجرى قصيرة المجرى، ولاحظنا هون بأنه هي طويلة المجرى. المنبعين الأنهار الساحلية تنبع من سلسلة جبال لبنان الغربية أو الشرقية، وبالنسبة للداخلية أيضا تنبع من بعض الهضاب أو من السلسلة الغربية والشرقية. نختلف في المصب، نلاحظ بأن الأنهار الساحلية تقريبا أو ليس تقريبا كلها تصب في البحر في داخل لبنان، أما إذا ما أخذنا الأنهار الداخلية فالأنهار الداخلية تصب خارج لبنان. وكنا نعلم أنه لبنان هو أغنى بلد عربي بالثروة المائية، لكن دون عملية استغلال. فمثلا عندي كتير أنهر موجودة، مثلا على مستوى مدينة طرابلس عندي نهر أبو علي. لنتعرف على مجرى نهر أبو علي، طوله وقصره، هو يعتبر نهر ساحلي. هذا النهر ينبع من الوادي المقدس في قديشة من فوق، من أعالي بشري، إذا من قديشة من الوادي المقدس يدخل إلى بشري ثم طوزة ثم أميون إلى حدود الكرة إلى أبو سمرة، ويصب في منطقة البداوي عند البحر الأبيض المتوسط، أي في داخل لبنان. إذا استنتجت من نهر أبو علي بأنه هو أول شيء سريع الجريان نتيجة كسرة المغذيات، كسرة الثلوج الدايبة على الجبال، تمشي مجرى قصير، أي أن المسافة ما بين الوادي المقدس في قادشة وبين مصبه في البحر الأبيض المتوسط عند منطقة البداوي هي منطقة قصيرة المجرى، وأيضا ينبع من الجبل وصب في داخل لبنان. أيضا لو أخذنا نهر إبراهيم، لو أخذنا نهر الجوز، لو أخذنا نهر جزين، كل عبارة عن أنهار تتبع نفس الصفات، إنه هي سريعة الجريان، قصيرة المجرى، تنبع من الجبل، تصب داخل لبنان. لكن تعالوا نأخذ مثال على الأنهار الداخلية. أهم نهر في لبنان هو نهر العاصي، إذا ينبع من الهضبة في بعلبك، إذا عم يدخل من هضبة بعلبك في داخل بعلبك، بطيء الجريان، أي أنه حركته بطيئة، يمر ببعلبك، يدخل قاضي السورية، حمص، حماة إلى آخره. إذا طريقة مسيره هي طريقة بطيئة جدا، طويل المجرى، لأنه عم ينتقل من دولة إلى دولة، عم نشوف عم ينبع من هضبة بعلبك، عم يمشي يقطع الحدود، يدخل إلى حمص، يدخل إلى حماة، ثم يعود إلى اللاذقية ويصب في البحر الأبيض المتوسط. أين ينبع؟ من الجبال أو من الهضاب، من هضبة بعلبك يصب خارج لبنان، أي أنه نبع من داخل لبنان وصب خارج لبنان.
هكذا يكون أخذنا مثال عن نهر الساحلي ونهر الداخلي. أخذنا الساحلي نهر أبو علي، نهر إبراهيم، نهر جوز، نهر جزين، عند كثير أنهار، عند نهر عرقة في عكار، عند كثير أنهار موجودة بلبنان. والنهر الداخلي أخذنا مثال ذلك نهر العاصي. ماذا يستفيد الإنسان من الأنهار؟ أول شيء من خلال النهر أهم شغلي أنه نستطيع إحنا أن نؤمن مياه الشرب. إذن أول أهمية للأنهار هي تأمين مياه الشرب. أكيد الإنسان من خلال هذه المياه الصفية النقية الصالحة للشرب يستطيع الإنسان يشرب من هذه المياه. اثنين، ري المزروعات. ونلاحظ بأنه أهم المزروعات الموجودة في لبنان تتمركز حول الأنهار، وخاصة في سهل البقاع حيث وجود نهر العاصي والأنهار التالية، فعم بصير عندي زراعات كثير مهمة جدا. أيضا توليد الطاقة الكهربائية، نرجع نعيد ونكرر أنه 80% من كهربة الجمهورية العربية السورية بتأتيني من نهر اسمه نهر الفرات، موجود في المنطقة الشرقية بسوريا. 80% من كهرباء دولة مصر العظمى الكبيرة تأتي من السد العالي المقام على نهر الفرات. 70% من كهرباء العراق تأتيني نهر النيل عفوا. إذن وأيضا 70-80% من كهرباء العراق تأتي من نهري دجلة والفرات الموجودين بالعراق. إذن أول شيء عند ري مزروعات أراضي زراعية، توليد طاقة كهربائية للدولة بأكملها، تأمين مياه الشرب، تأمين مياه للصناعة. كلياتنا نعلم وندري أنه أي صناعة في العالم تحتاج إلى المياه. فإذا ما أخذنا صناعة الخشب، هذا الخشب بصناعته يحتاج إلى مياه. إذا ما أخذنا صناعة هذا اللوح يحتاج إلى مياه. أي صناعة في العالم يجب أن تدخل فيها المياه شرط أساسي بالصناعة. العامل الخامس والأخير هو إقامة منشآت سياحية، وهذه طلابنا بيعرفوها جيدا. نأخذ مثال من حي الواقع، أنه نحن في مدارس هي في نهاية كل عام دراسة طلابنا يذهبون لإقامة مشروع ترفيه سياحي في مناطق عكار. إلى أين نذهب؟ هل نذهب إلى الجبل؟ هل نذهب إلى الأرض الصحراوية؟ لا، إنما الطلاب والرحلة المدرسية تذهب إلى منشأة سياحية مقامة على أطراف النهر. إذن من أهمية الأنهار إقامة منشآت سياحية، مطاعم، فنادق، كافيات، قهاوي، مطاعم، كل هذه الأمور. وأخذنا مثال نحن طلابنا بنهاية العام يذهبون إلى إقامة مشروع سياحي في هذه المناطق السياحية. هذه بالنسبة لمياه الأنهار. دعونا نتحدث شوي عن أهمية مياه البحار في لبنان. إذن مياه البحر في لبنان يستفيد من عاملين اثنين فقط لا غير. أول شيء من عملية استخراج من الطعام، وهي قليلة جدا في لبنان. السبب لماذا؟ لأنه أول لبنان لا يمتلك المعامل الحديثة والمتطورة لاستخراج هذا الملح. ثانيا لبنان يعتمد على الملح الصخري أكثر من اعتماده على ملح البحر والثروي السمكي، وهي ثروي منتشرة جدا في لبنان. ويجب أن نضيف عامل ثالث لأهمية مياه البحر موجودة بالدول الأوروبية وبعض الدول العربية. مثلا نعلم كلياتنا من دول الخليج العربي هي دول خالية من المياه، مياه صحراوية. إذن هي صحراوية لا يوجد عندها مياه للشرب. فلذلك عملت السعودية على محطة تنقية مياه البحر في منطقة جد. إذن جد عبارة عن منطقة موجودة في السعودية على البحر الأحمر، عملوا محطة دخلوا مياه البحر عليها، عرضوها لدرجات حرارة عالية جدا، أدى ذلك إلى تبخر الماء وبقي الملح وسحبوا الماء وأصبحت عندها مياه صالحة للشرب. بالدول الأوروبية تعاني نفس الأزمة، الدول الأوروبية تعاني من نفس الأزمة أنه ما عندهم مياه صالحة للشرب، فعمدوا على عملية تكرير مياه الصرف الصحي. أن مياه الصرف الصحي لكي يستفيد منها الإنسان وعدم أن تذهب وتصبح وباء وتصبح مشكلة على الدولة، قامت الدول الأوروبية بإقامة معامل تكرير تدخل مياه الصرف الصحي، مياه المجارير بشكل عام إلى هذه المعامل، وتخرج مياه صحية نقية صالحة للشرب يستعملها الشعب الأوروبي. أعزائي الطلاب، هكذا نكون قد انهينا درسنا اليوم الذي نتحدث فيه عن النهار في لبنان، وشكرا لحسن استماعكم.